في صدارة الترتيب لحد الآن بفارق الأهداف، يصبح عن الهلال في حالة انتصار، بينما ركلة زاوية تلعب عرضية خطيرة للبوطن. الله، هدف ثالث للبوطن، سلطان مسرحي يسجل هدفا ثالثا للبوطن. المدافع الآخر بعدما سقطت الكرة أمامه، الآن الاتفاقي يغادر، الاتفاقي يغادر ملعب المباراة بعد هدف الباطن الثالث. قاسية قاسية الخسارة بعد الخسارة من الفيصلي بثلاثية، الآن ثلاثية من الباطن، والبعض موجود، لا زال لديه الأمل، ربما لديه الثقة بأن يعود الاتفاق ربما فيما تبقى من عمر المباراة. لا زال هناك وقت، هنا الكرة في رأسية سلطان، اشتراك سقطت أمامه، تغطية سيئة.